الو انت مشيك على الكتاو؟ يلا يلا توكلنا على الله. خلص خلص توكلنا على الله. عادس نبرصاتها مستوية. لوين بيعبوا لها بنزين؟ نفسي افهم. على جميع السادة المسافرين على متن الرحلة رقم 004 والمتجهة إلى مطار هيثرو سرعة التوجه على البوابة رقم 600. تفضلي، هاي التذكرة. هذا ابني، ما اشتريتلوش تذكرة. كم عمره؟ رسب التوجيه السنة وقال لنا بتاخذوش على أطفال. اللي عمره سنة بقطع تذكرة، وأنا عايفة حالي وطالعة من محكمة طلاق وقرفان الدنيا والله بعلم بحالتي. تذكرتك ولا؟ قلت لك خلينا ننط على الشيك، ما رديتش علي. يا ريت انك نطيت وما رجعت. ايه مسكين. نيكست بليز. تفضلي. سلامة كابتن سلامة. الله يسلمكم. والله زمان عنك كابتن سلامة، لك سنة مفصول. لي سنة مفصول، هل قدي مبسوطة؟ والله انبسطنا انهم وافقوا على الاسترحام اللي قدمته. طب شو رأيكم تلفوا على الركاب وتحكوا لهم اني انا كنت مفصول عشان نسيت باب الطيارة والطيارة راحت بداية؟ خلص في الاخبار احكوا، شو رأيكم؟ لا كابتن سلامة، بعد عملتك السنة الماضية غيروا كل النظام لباسورد. بلا باسورد ولا ماسورد، هاي جايب قشاطة بنحشر الباب عمره ما بسكر. كل واحدة تعرف شغلها. وانت بتضلي معهم. سووا سندوتشات مرتدين لو لبني للركاب، وجيبوا المهندس يشيك على الطيارة. أنا سايقها قبل هيك، بتحذف لما تضرب بريك بتحذف على الشمال. كل واحد يعرف شغله. سووا لي كاسة شاي مع مرمية بدون هيل أي شيء. كل واحد يعرف شغله. اي خط حابب نسير كابتن سلامة؟ خط اي ولا بي؟ لا اي ولا بي، بدنا ناخذ الخط الصحراوي، لا ازمة سير ولا اشارات مرور، بدنا نضل سلكين. وانت خليكي بشغلك، تتدخليش بشي. ويلكم. هاي ويلكم. ويلكم. هاي عمو. هاي عمو. انا ابني لساته صغير، مكمل توجيه جديد، بلاقي له كرسي اطفال. طبعا خليه يقعد ويربط الحزام وبس نطير انا بجيب له كرسي الاطفال. شكرا. اهلا. اطلع اطلع بس تقلب ليش الطياره محششه. ما انا بشوفك في المرايه، بشوفك في الحمام نازل. اطلع اطلع اطلع. لا بنحطك في الفي اي بي من مره. وانت يا عمو والله صار كلاس. نسيت بسطه الجرابين. اي الصاب عامل حالك اجنبي يا جلال. الله يرحم كرسي الحلاقة. Where can I sit? I don't speak English. Don't steal سماعات. Hey, where you from? Where you from, man? Hey. ولا كنت مبين عربي يا زلمة. مبين. سوى حالك أجنبي. تيجي تحلق لي بس نطلع طيب. ها شكلها الطيارة فل. خلينا نطلع تيك اوف ونوصل مطار شارل غول قبل ما يأذن المغرب. From Captain Salami to Control Tower. Please give us permission to take off. And if you need any help, please contact my email and don't hesitate. Thank you. Regards. This is Salami from Control Tower. You have a permission to take off. Have a safe flight. Thank you.
سيداتي سادتي، هذا الكابتن سلامة يحييكم. نطير الآن ثم طار شرطة التول على 784 في 6. الجو جميل وساحر، الله 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 الله. خلينا متى نظري ونطير في ضمن أجواء مثلج الرجاء عدم فتاة شبابي رمي قائب السجاير إن إنجليش. تسجل تبقى تسجل كابتن سلامة طار ربط تتطول طبعا 8 و 6 Thank you. رفعين على 40,000 قدم. بس نحن مالنا طالعين على 40,000 قدم يا اختي. انت شايفي واحد حامل متر وقاعد بقيس ورانا؟ قولي يلا خلينا اعرف بس اطلعها. هو هي طيرتنا طلعت يا استاذه. الله لا يوفقك يا سلامه. اقلع نسي باص الركاب الثاني. طب شو تستنوا وقفوهم؟ عندي امبورتنت كومنت في سكول. نعم يا اخوي، شو شايفني سوبرمان انا اطلع وقفه بالجو؟ هسه بحكي مع البرج. الو راجي سبيكينج، هو از ذس؟ نعم يا اختي. سلامه نسي نص الركاب على الارض. وين رجعوا يا اختي؟ صار فوق الغيم على ارتفاع 500,000 قدم. طب سكري سكري، هلا بتواصل معه. يلا باي باي باي. وردنا هذا الخبر العاجل بأن الكابتن سلامة قد غادر المطار ونسي نصف الركاب على الأرض. انت من وين؟ انا سورية من حلب. انتوا في سوريا الشمس بتطلعش عندكم؟ لا اكيد بتطلع، بس ليه؟ كل السوريين ما شاء الله بيوت زي روسيا، فكرتكم كلها ثلج عندكم؟ عفوا حضرتك طيار وما بتعرف تضاريس الوطن العربي؟ لا بس انا اصلي عشان طيار حربي يعني، فالطياره الحربيه بتكون سريعه، بشوف شو تحتي اسرع من باص سريع. هذه اغنيه افريقيه. From Raji to Captain Salame, do you hear me? From Raji to Captain Salame, answer. ولك ارجع يا سلامة ناسي نص الركاب على الأرض. شكله أنت ضاوي مسجل شيء، في صوت وطوتي. لا لا هذا شكله يمكن الهيدفونز تبعك. Who's speaking? Who's speaking? مين راجع يا أخوي؟ شكله لسلك لاقت من طيارة ثانية يا حبيب. الله لا يوفقك يا سلامة، بقول لك ناسي نص الركاب على الأرض. شو يا أخوي؟ حلوت أنا صرت فوق 6 طن. وين أرجع يا زلمة؟ الطيارة ضاوية ضاوية بنزين، وين أرجع؟ خليهم يستنوني، خليهم يروحوا على شرطة مطار شرطتول يستنوني هناك، أنا برجع لهم من شرطتول. ولك شو اوديهم عشر دقول؟ بتفكر حالك في مكتب تاكسي؟ خليهم يلبسوا احمر عشان اميزهم، باخذهم على هيثرو من شرطة دول، برجع شرطة دول. الو والله لن دفعك التذاكر من جيبتك. هاي هاي مدير المطار برن علي. شو بده يا زلمه؟ انا في الجو وخلص البنزين، بدي ارجع شرطة دول. ولك شو بده؟ هاي روح. الو هلا مستر جيمس. هو نفسه سلامة. خليه في الجو. اوكي اوكي سي اوكي. بقول لك خليك في الجو وترجعش، انت مفصول. غلبك يا اختي، في عندك 20 طلب استرحاق بس غير التاريخ. مثل حالك انت من سوريا؟ اي والله والله من سوريا من حلب. مستحيل، انت من الشام بس مش داري عن حالي. كاميرا سرعة، كاميرا سرعة، تخبي تخبي. شرطي بقى شرلي، صار يجري وراي، صار يجري ورانا. كاميرا سرعة، شرطي بيجري ورانا.
يا زلمه صار لك 3 ايام وانت قاعد في هالبدله، ما تقوم تشلحها. خليها بلاش تجعلك، خلينا تكون جاهز. بلاش تجعلك، هيك مكويه وجاهزه. ما هي تجعلكت وريحتها عفنت ووصلت لعندي. الحلال اني 40 سنه بسوق مساعد طيار، اول مره بدي اصير طيار. خليني جاهز، بلكي رنوا علي زي الصاروخ بفل، بكون جاهز ولابس. انا بدي اياك ترتاح. يا حبيبتي انا مرتاح، انت بس ارتاحي وتسهلي نميلك 20 30 ساعه وانا بكون مرتاح. طيب شوف 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 مين على الباب. طيب بس روح نضبي انت، هذول الجيران. من اعطيت وحوح 10 دولار قلت له انشر له الخبر اني انا طيار. روحي حبيبتي غيري الفصوله الخضره ونامي وارتاحي. ارتاحي ارتاحي الله يريحك. الله ينكبك، بلكي ارتحنا منك للابد. والله لولا متاخرك 5000 دولار ما ضليتيهم. والله لو 4.5 لخلصت، بس 5 حمار. يلا يا شباب، ابو الكباتن سلامي وصل جاهز. ابو الكباتن جاكو. الله يسهل عليكم يا شباب. مبروك يا سلامي، اخيرا بعد 50 سنه مساعد طيار. قبل التقاعد بيومين صرت طيار. الله يسهل عليك، ولا فهم عليك شيء. الله يسهل عليك. الله يسعدك يا سلامي. اخوي بدي اسافر على روسيا، بتظبط له تذكره وتعمل له خصم؟ يا زلمه شو هي بتفكرها لعبه؟ انا طيار وشاري تذكره، شو بتفكر؟ بدك تشتري علبه شامبو وفلكه صابون اضافي زياده مجانا؟ اطلع برا. شو مش مسويين الحفلة؟ لا يا اخوي، ليش هو طور؟ انا طاير يا زلمه 140 الف قدم فوق الجو، اذا بتقع الطياره بنزل بعرف. والله صاحبي وقع من الطياره، مسخن طيار لكو بودره اجوا يدفنوه في شي جسد، نفخوا عليه ولا غلبوا حلب ولا غيره. بودره؟ على فكره انت ما يعزى بامي على الكاف، بخليك اطلع برا اطلع برا اطلع برا يا ابو جعاد يا مجعلك يا مايع يا زنخ. اللي بعده زوكك باللبس بيخزي بيخزي العادي. طمنا عنك ان شاء الله. ابكى طمنا عنك ان شاء الله، ابوس كفاك تكلكني. بديش اخاف عليك، بديش اخاف عليك مشان الله. تكلمني عنك اسعف اسا، بديش اكلك. طمنا عنك طمنا عنك ابكى حبيبي. الله يسهل عليك، مع السلامه يا شباب. السلامه، طمنونا عنكم ان شاء الله، ان شاء الله ما تخلينيش اكلك. ابوس يمها، بديش اكل الكاميرا. خليني 3 ايام، والله كثير 3 ايام. دحدح حبيبي انت في الطياره. طب شوف لي الموتور، شوف لي المواسير البواسير، اي اشي بدها. اطلع لي شوف الكت اوت يا زلمه، فيها كت اوت الطياره في الصندوق الاسود بيجي ورا. اذا لدع الكت اوت راحت الطياره يا زلمه، تاكد لي من الكت اوت. سلامات يا زلمه. وين رايح؟ شو هذا اللي لبسيته يا اختي؟ لابسه شرشف سفرة؟ شو هذا اللي لبسيته؟ دروع المطار. الرحلة مش اليوم، الرحلة بكرة. بدي اطلع بدري، بلكي صار في أزمة سير، بلكي صار في حرب، بدي ألحق أوصل المطار. إيه؟ اسمعي، قولي لأهلك 4800 بخلص متأخر، شو رأيك؟ بديش، بدي الخمسة. والله لو بدي آخذ كارت إلا خلص الخمسة. تيست توقعت، الشيخ قال لي زوكا حلو في اللبس. زوكك حلو؟ والله العظيم. لا حول الله. تأخرت ضايل شهر للرحلة. العواف. العواف يا فندم. كيفك يا زبيدة؟ الحمد لله تمام، أنا مبسوطة قوي إن إحنا هنطير بقيادة حضرتك النهاردة. إن شاء الله اليوم كلنا راح نطير إن شاء الله رب العالمين. كيفك يا جواهر؟ الحمد لله كله تمام، نحن المفروض نطير خلال نص ساعة. أول تطلعها بين الطيارات، ما أنت شايفة فيها أزمة، مش مشكلة بزقزقها من هان من هان بدبر حالي. طيب راح نجهز لكل المسافرين. أنا وين المسافرين؟ لا أنت خليكي معي جوا، حمل المطار وامسح الكزاز. زبيدة أنت وزع أكل الفستر اللي بضل حطي لي إياه شوي على جنب، حرام ينكب، ماشي؟ أنا هنا جوا، تعالي يا جواهر. كابتن. تفضل. من هنا. هاي الكابينة مش ورا، كنا الطيارة القديمة هذه، هذا الطيارة الحديث فيه من ورا بنساك، زي كيف في بريطانيا الباص بيجي من ورا ونكب. شو ده بشغلكو؟ تفضلي جوا، شغل المطار وحمل الكزاز، وأنت امسح البلاط وحط معطر، كل واحد يعرف شغله. وهذا مش بيت خارج، هذا غرفة الجسمه. أنا وين أختي؟
اخر كرسي ورا جنب الحمام. غريب الفيرست كلاس صاير ورا، انا دائما باجي فيرست كلاس بقعد جنب الشوفير. شوفير؟ جنب شوفير الطياره يعني. معلش. يلا برضو جنب الحمام بعطيها وبنام. تفضل يا فندم. وين حتحطيني؟ هنا في النص. ما فيني اقعد بالنص ابدا، لازم اقعد ناحيه الشباك. ليه؟ عندي ربو، بس تجيني الازمه لازم افتح الشباك او احل لكم باب الطياره. ايوه، مين اللي قال لحضرتك كده؟ حضرتك المكتب العقاري. شوفيه عقاري؟ ايه. حضرتك مفيش داعي انك تفتح الشباك، عشان الطياره دي فيها سقف، اول ما هنتحرك هيفتح على طول. هيك اطمنت، معناتها كشف الطياره. خدمتك يا فندم. اتفضل. خلص بنزين الطياره واحنا ابو خالد. هلا يا حبيب، فوت تفضل. اهلا وسهلا، تفضل يا مدى. هذا مش سابقه شعرك، هذا حركته حرك الزرق كبران يا ازهر. تفضل يا اهلا وسهلا، تفضل يا مرحب يا مرحب، فوتوا. هلا مشكري، هلا هلا هلا، اهلا وسهلا. يلا يا معلم، يلا يا حبيبي، اهلا اهلا. تفضلوا يا شباب، اللي بضل واقف تحملونا 12 13 ساعه ونطلع. يلا يا حبيبي، يلا حركوا، خلصوا البنزينات الطياره. اهلا حجي، انت مش هنا حبيبي، انت على الطياره الثانيه. وين؟ على تنزانيا. اطلع، توكل على الله. يلا توكلوا على الله. اهلا وسهلا، قولوا يا الله يا الله. كتر الكبيرة من هنا سنة عشان ارتبكت. يلا شجعونا يا جماعة، شجعونا. ليلة جو مكف مسخرة. لو سمحت يا أخوي، بس بدل مكاني، عايز أقعد جنب المراقب. هذا ما قعدي وهذا رقمي. طيب دي مراتي، بس بدل مكاني. أنا مرتاح هون يا بنت الحلال. قولي حاجة، مش أنت مراتي؟ مراتك. والله لو بيجي الطيار جي، لا أنا متزحزح من هون. شوفي يا جماعة، صوتكم واصل لغرفة النوم. شوفي، بس طلبت منه يبدل مكاني عشان أقعد جنب مراتي. طيب ليه ما تكون ولا؟ اللي عارفك بدك تصير كمان شوي تحك إيدك بإيدها وتسوي حالك نازل نام على كتفها. هذه الأفلام كنا نسويها وأنا ولاد صغار في التكاسي. كون قاعد وقعد محله يا زلمة. وحد الله يا زلمة. يا زلمة بكلم الطيارة هلكت، أقسم بالله بضربها في زور المطار يا زلمة. يا زلمة كون قاعد يا زلمة. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل يا كابتن؟ هدي نفسك. كون قاعد يا زلمة. خرب بيتك ما بتستحي. كابتن مين اللي هيسوق؟ خيالي أنا اللي بدي أسوق. تعال تفضل. بيني وبينك معاه حق. ليه؟ ولا شيء، سلامتك. انت خليك زال اطرش في الزفه. اطرش؟ يا جماعه طفلنا الضوء من النام وحدا يجيب لنا حرام. يا اخويا بس تطلع الطياره الاول واجيب لك حرام وبطانيه وصوبه كاس كمان. سيستر بقدر اطلب كل شيء يعني، وجبات واكل وعصير وهيك شيء؟ ها؟ هتطلب بس خليك مكانك. ما هو مش تجيبوا لنا علبه سردين وتضحكوا علينا؟ انا بطيني وبحب الاكل. ها هيم. حاضر، بس خليك مكانك والنبي. ايوه شاهين اسمع، ايوه بدها تطلع الطياره بسرعه احكي يعني. يا زلمه راح الارسال. شوفي اسمع، حجزت لي مساج اول ما انزل الطياره على طول على المساج. فاهم انساني يا زلمه من الاوتيل. بقول لك على المساج قديش؟ 70 وال ليش يا اخوي 70؟ مش عرفت 50؟ اذا ب 50 حجز لي 13 يوم. يا زلمه يلعن ابو امها البضاعه. انساك من البضاعه يا زلمه، خليها تخمج، برجع لها الشهر الجاي. انسى. اسمع إذا بتقدر تحجز لي مساج وأنا في المطار بكون أحسن، فاهم؟ يلا ماشي، باي. لربط الحزام الرجاء إدخال الحديدة الصغيرة في الحديدة الكبيرة. يمنع التدخين في كل مرافق الطائرة. إحنا مش فاتحين محششة. تطبيقاً لقوانين الطيران فوق الماء توجد سترة نجاة لكل مقعد. ولا تسألوني وينها، إلي 20 سنة مضيفة عمري ما شفتها. ولا تظلوا ترنوا لي على الجرس أنا رايحة جاية. أنا عايفة حالي، ما في غير وجبة واحدة وعصير، واليوم ما في عصير. سيدتي هذا الكابتن سلام يحييكم. طائرة سوف تطير على ارتفاع 150 قدم مربع وثلاثة درهم وثلاث طوابق. ونرجو من حضرتكم على الحزام. درجة الحرارة الآن متوقعة 43.5 سالب. ونطير الآن إلى مطار فرانكفورت الدولي. سرعة الرياح 3/7 في 8. نرجو من حضرتكم الأجواء مغبرة والجو ملان شاعري وجميل وكل حساسين وسفهد. تزن جد الملك كابتن سلام يحييكم في الترين وتنتين وفر تطر على 7/8. Thank you for everything. Thank you.
تعال تعال شوك محلي متابعة بس خلي شوك محلي شوك محلي زبيدة أيوة ساوي لي قهوة قهوة ليه إن شاء الله ولا بشتغل عندك ولا بشتغل عندك الله وبيتي مساعد الطيار وبيتي تطلبي وتتأمري الله يرحم لما كنتي بتقفي على باب الطيارة تلمي التذاكر اسكتي وليه أحسن ما نتفلك شعري تنتفي شعري مين إن شاء الله لو أنتي ست وجدعة وصحيح تعاليلي بقى تعاليلي وأنا نتفلك شعر حواجبك ده شعرايا شعرايا تعالي وأنا أوريكي إيه جايتي يلا وريني يا أختي والله يا شوفي شوفي الكابتن جواهر بتسوق جوا خليها تركز مين يا كابتن جواهر وزبيدة بقالهم ساعة بيشوفوا شعر بعض زبيدة ومين بتكتلوا جواهر بتتطاوش وروح انا في حوض زبل سكرت باب كابينة الطيارة والباب بيفتحش الا من جوا الله يعطيكم العافية اكسجين يا جماعة اكسجين ايش انت كل وين الاكسجين والله وحياه شواربي اللي اطوله دبروا لنا عتلة دبروا لنا مفتاح سردين افتح الباب كابتن انا شفت بابا وماما الله يرحمهم في المنام وكانوا بينادوني راح ينادوكوا راح يشوفوكوا راح نشوف كل مراحيم الدنيا ونصهر صباحي دبروا لي عتلة دخيلكم الطيارة طايرة لا حالها المرحاض مش قدر امسك حالي طب ما تنزل من تحت عقب الباب يا كابتن انت شايفيت نص عليا بدي انزل تحت عقب الباب هو نص عليا اسمعي بدي افتح الباب الطياره بلف من البوز وبفتح من البوز بوز ايه افتح ده انت الحلم افتح ده بس طلعوا على المرحاض حمام ايه افتح الباب ده الاول ولا هلس بدك تخطف الطيارة يا إرهابي بدك تخطف الطيارة أنا الكابتن يا زلمة أنا الكابتن مالك يا رجل الطيارة ماشي جوه لوحدها وبنحاول نفتح الباب نعم يا أختي ماشي لوحدها الطيارة ماشي لحالها افتحوا لي الحمام ولا أقولكوا تنزل لحالها طب ما نتصل ببرج المراقبة ما يشكلت يا أختي السلام عليكم عليكم السلام شو كان تسوي جوه ولا كنت بسوي جوه أمك كانوا بيتعاركوا وجعوا لي دماغي فدخلت أنام جوه وين كنت نايم؟ على الكرسي بتاعك كمان على بتاعي حلو انت صاحي ولا شامم ولا؟ لا مش صاحي طيب روح كم منه تسحب انت؟ لا لا سلامتك حبيبي الله يسهل عليك الله يسهل عليك ما حدش يفوت على غرفتي جوا لا لا واحد انا سكرت الباب يا اخوي قولوا يا رب يا رب يا رب يا رب شجعوني يا جماعه عملك عملت شيء الليلة لازم اب حمدي 4 تركات زيت زيتون هيهم عندي معك وين بدك اياه يوصلهن ابني فرج اجى عقد عمل على اوكلاهوما في امريكا لا هم بس شافوا صورته قالوا هذا يصلح للعمل في مناجم الفحم او يحط فحم على راس الارجيله بجلل والله لا كيف جاء اوفر حلو اوفر منيح يعني بيبدا حياته فيه صح دفعوا له $150 في الشهر بعرفش بالاوفر تايم ولا بدون ما كليش everyone in the queue please next please Matt. What's your name? Matthew. Okay. Look to the camera, please. Next. Thank you. In the queue, please. Here. انت بتقرأ إنجليزي؟ على خفيف. جنيت. Look to the camera. You have lenses? No. No? كل البنات بيحكوا هيك مبين عيونك مني. Wait. Next, please. Hello.
Hey, man. How are you? Where are you going? Las Vegas. Oh, party. Yeah, party. شب خبيب دم خلاص نختم له يلا سهل وسهل عليك نيكست بليز تي 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 والله ما انت مخلص سادس ابتدائي اعطيني مارغريت لوك تو ذا كاميرا بليز يو هاف لانسز كلكم بتحكوا نو عينيك طلعت اسود اعطيها لبسه كل شجر البلد تفضلوا نيكست بليز فيش حدا تعيطش علي يابا اوعدني يابا ما تعيط علي مش معيط يابا انا فرحان انك انت بدك تسافر يابا يما امانة الله توعديني ما تعيطي علي اوعديني يما اوعديني مش معيطة يما واذا عيطت بتكون دموع الفرح بفراقك يا حبيبي يابا تركت لك شفرة الحلاقة اذا حابب تنعم نقطة زيت بتطلع حلاوة يابا الله يقرفك يابا إذا هاي الشفرة بتحلق فيها وانت عمرك 11 سنة شو هالقرف هذا اللي تعيش فيها يما شنانير أمانة عندك بتطعميهم منيح مش تذبحيهم يما هلوم شنانير يا زلمة خلصنا هسا الطيارة بتروح عليك ما صدقنا وانت تسافر أمريكا يا زلمة إحنا والشنانير وأهل الحارة كلهم ندعي لك تسافر إفراقك عيد يا حبيبي إفراقك عيد يابا تنساش الشفرة بالخزانة ماشي يابا كل أهل الحارة والبلد عرفوا أنك تارك شفرة بالخزانة إما أحمد ترك الشفرة بالخزانة حتى لو تريك الاستشوار ولا تريك لي مشط كهرباء كل شو عملت فيه اسمع أنت على أني ولاية مسافر من هسه راح تشتاق لي يابا يا زلمة لا مشتاق لك ولا زفت يابا أي ولاية عشان إذا صح لي وأخذت فيزا على أمريكا ما جيش على الولاية اللي أنت فيها أوكلاهوما يابا أوكلاهوما يأكلك بدلك يابا مش تعيطوا يابا راح استقلكوا يا حبيبي يما يما مش تعيطي اوعى تعيطي يابا اوعى تعيطها اوعى يابا والله يابا لنعمل عرس الليلة عفراقك يابا يه يكصف عمره نسيت نكات الزيت تبعون الناس هلا اهل امريكا ببهدلونا غاد والمي المقري عليها يخسر التعبي هسه راح يعزروا علينا اهل شيغاغو مش مشكلة شيغاغو مغاغو المهم فرقنا يا الله شو راح اشتاق للبلد ولأبوي بس أنا الحمد لله ما قصرت بحقه تركت له شفرة حلاقة يحلق فيها براحته إن شاء الله الله بيقدرني هيك واجيب له بكيت شفرات كامل ولأمي حرام مسكينة تجيب لها آي شادون لأنه بضل فيه سواد تحت عينيها وإنت بدي اجيب لك علبة فازلين لبشرتك زي الكاوشوك إن شاء الله إنت تفعل الأجار وخلف الله عليك يا زلمة ليش خايف على أجار ببعث لك إياه حوالات على البنك على الفستر إنفينيون إن شاء الله تبعث لي الهوية وببعث لك إياه لا اشتغلنا اليوم ما كله ثلاثة دولار ول ثلاثة دولار إذا جيت الملك السلام عليكم بالترين Everybody in the queue please You in the queue Queue please هذا الولد مش مرتاح له عينيه زي عينين الضبع بتلبت لبت Next please تريد أعطيني يا زلمة خد لك دورة إنجليزي وريحنا إليكسا Look to the camera please You have lenses كلكو هيك يلا تسهلي أنا اللي حاط lenses Next please هذه فرو هذه صينية إنساني بدك وجعة راس هلا أنت لأنك إنجليزي كيف الصيني لا 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 واتس يور نيم؟ بينرو جان خلص تتسهل انت منها هذا بدها شغل اخر النهار تفضل خلص بدون لانسي لو جو تو ذا كيو وين اي سي كام يو كام اوكي كام ناو واتس ذس واتس ذس شو هذا؟ ماي باسبورت فلسطيني اوثورتي شو هذا يا زلمه؟ شو هذا نوت بوكس ولا هذا؟ الرسم شو؟ وات ذس؟ ماي باسبورت وير يو فروم؟ فلسطين باكستان نو 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 فلسطين فلسطين باكستان اي نو باكستان يو هاف ذس؟ اي هاف ذس وات ذس؟ ذس هوية يو ذس هاف تو ذس؟ اي هاف ذس What this? مو مغنطة You this?
have 3 days. I have this. What about this? You this have 4 days. تصريح. And this. What about this? هذا جواز أردني مؤقت 5 سنين. You this have 5 days. This. What about this? You this have 10 days. You have 10 days. There is Arabic. No. No. Go. Quickly. Yeah. سكر الشاشة. Please come quick. Quick. سكر المطار يلا. What happened? ولك 1 day has 6 days. What happened? تعالوا. خذوا. تجي. سكر المطار. اجري. خلاص اجري. Hello. جيران نيكسيون. 1 day has 6 days. Pakistanian. General Nixon, this have 6 days, this Pakistanian this. Palestine. I know Pakistanian. What's this? A lot of this. كله this set. ذبحنا this set. علي الطلاق من مرتي إليزابيث. إلي 48 سنة بالمارينز. مغرق 12 غواصة. مشترك ب 30 حرب. منهم 35 حرب عالمية. ما شفت زي ذس. يمين فوق يمينك. علي الطلاق من مرتي أم جوني. خازوك ديس طلع من ديس. طيب وين شلت الذس؟ بلكي فيها ذسات من هذول. والله يمكن معاه ملايين ذسات هذا وإحنا ما معنا خبر. عينيه زي عينين الضبع أبو كشة. فلسطين. I know Pakistan. تخوّل. صار تحكي إنجليزي. إحنا مش حكين إنجليزي تتحكي أنت. جوني. I'm not Johnny, man. هذه الجملة الوحيدة اللي ريت تحكيها. I'm not Johnny. يلا. خلي this عند this. This. كم نشوف this. كله ذسات. باكستاني. فلسطين. باكستاني. فلسطين. باكستاني. فلسطين. What is bad? This. General Nixon. بسرعة بسرعة جوني. حبايبك ساعد. خذوا بإيدي. شو زوقه بالأوعي بيغسل. What's this? مروانة. No, this ملوخية ناشفة. بس ماريجوانا. هذا بمرقن. شم انت الك في الشغلات. شو هالأواعي؟ شو هالألوان يا زلمة؟ شو هالستايل تاعه بيغزي؟ What this? كوكايين. No, this طحين قمح. كأنه بكتكت. شم انت تحت الشغلات. خلص هلا بدك تسطع. تسحب تسطل لنا. شو هذا؟ What this? طحين قمح. What's this? Like what this? كرت المؤن. وحياة شاربك عالطيب كنت حاب أساعد. أنت أخونا وحبيبنا. وشاهدت فيك مجروح أبو نسب. بس this لازم يتسلم للسفارة الباكستانية. أبو قرابة. وحياة شاربك عالطيب. وابشر بعزك. السفير الباكستاني أخو مرتي. بعطيه ويختلص هو وياه. شو رأيك؟ ريحنا منه. هذا جنننا أبو الدسات. سكر شنطة يلا. أختك باكستان. No, not Pakistan. I am Palestine. I don't do anything. I am a good person. شايف الأكسنت تاعه باكستاني. Palestine. Palestine. تحكيش إنجليزي. تحكيش إنجليزي. مش هسه تنسانا في الباكستان. يلا قول. Palestine. جيبه برينج. Palestine. خلاص عرفنا باكستان. No, Palestine. آه يابا أنا أمريكا. أنا في الباكستان. اسمع بعث لك طيب شفرات باكستاني أصلي وصل لك. طب حلو ضلك يحلق للدوخ.
هاي مايكل جوردن دخل. تشبه أمي، أمي كانت أمورة وصغيرة مش عاطلة. مين هالأهبل أبو ريحة طالعة؟ بس هو مز وكاريزمتك شكله بيضحك. زي عمود تلفون الخشب، كانوا يسرقوه زمان ويعملوا منه حطب. مشكلته بجمع السكن على الفاضي. مش موضوعنا جمر ولا عمره ما جمر، خلينا مع مايكل جوردن. هذا أبو ريحة شكله بيشتغل بشركة البرمجة اللي على الطابق السادس، بس هدول طول الشهر بضلهم على $400. يا حرام بضلهم يمددوا أسلاك. هاي مطويلة شكلها بتشتغل مهندسة مدنية، طول نهارها من ورشة لورشة بين العمال. معقول بسحلش مكياجها بالورشات؟ لا، مبينة إتشار في شركة ضخمة، مبين عليها مناغنغة من كندريتها عبد المعلمة. بس والله أبو ريحة مرتب، كندرته جلد أصلي. هاي أقل شيء بتسوى من $30 لـ$40، مبينة براند. ممتاز، والله ما هي شايفيتك يا أبو البوح. هاي دخل اللوح، زي الأسد العزابي بتصيد. اسم بدنك على هالريحة؟ أنا كل يوم بدي أتصبح بوجهك. وبصراحة تتفرجي علي، يا ترى من سكريتني؟ ابصر انتبه علي، ريحته معدي الأسانسير. أي أنا من ريحته عرفت إنه هون، بديش أتفرج عليه عشان ما ينتبه علي. أبصر شفتني؟ يا عم أكيد شفتني، إذا ما شفتني بتكون عرفتني من ريحتي، إذا أنا شامم ريحتي. هلا إذا طلعت بدي أتجرأ وأحكي لها اسمي بهاء وبدلعوني به. خلاص بدي أرمي هالصنارة. هاي رمينا الصنارة وصادت اللوح. اسم بدنك زي الغراب العزابي بتتصيد. الله لي صبحك بخير، أنت دائما بجي نفسي يطلع معي إشي حلو. عاد حكوا لي الكحلة ضد المي، يا رب ما يلاحظ إني كنت أبكي عشان كتير اشتقت له. بدي أكسر المصعد يلي فيه. مين زعلك يا قمر؟ مين خلاك تبكي؟ بدي أخليه يبكي دم. هانت يا حبيبتي، بس نتجوز بلا هندسة بلا هم. بدي قاعدك في الدار، لا تحملي صوت البطون ولا تتعربشي تكحلي حجر. كاريزمته مغطية على ريحته، بس مش لازم يشوف دموعي. كأنها لفت علي ولا على الختيار اللي جنبي. لا شو بدها فيه هذا؟ زي اللقلق العزابي بتصيد. خلاص اليوم بدي اعترف لها، بطلت انام الليل وانا افكر فيها. اليوم الفرصة الأخيرة يا بو. أنا اليوم إذا هو ما حكي رح أحكي، ما رح أضيع هاي الفرصة. بطلت أعرف أنام الليل، طول الليل ريحته معلقة بمناخيري. طب شو أعمل إذا كاريزمته مغطي على ريحته؟ معقول هذا العطر يغطي شوي على ريحته؟ لا، لازم أحكي له إني بحبه بحبه بحبه. احكي يا بو، قوي قلبك يا بو. هاي راح تكون أمي ولادك، أنا مش غلطان بإشي. بدي أفوت المصعد من بق الباب، من بق البيت، من بابه. خلص أنا بدي أحكي. هذا غير إنه ريحته طالعة، بس كاريزمته دبحتني. مشان الله مش قادرة، لازم أحكي. ارمي الصنارة يا بو، ارميها. هاي الصنارة صادت اللوح زي فرس النهر العزابي صيد. خلاص اليوم بدي احكي معها والبس الخاتم. بس هذا الولد ما اثقل دمه، من وين طلع لي؟ شكله هارب من المدرسة. يا الله ريحته قتلتني، شكله واحد فاشل بخطف الأطفال. هذا شكله مستوي عادي، راح ألبسها الخاتم قدامه شو بفهمه. حبيبي يا أخوي، شو اشتقت لكم؟ هلا الماما كتير راح تنبسط بس تعرف إنكم إجيتوا.
هلا بروح باخذ اجازه ونضلنا رايحين عند التيتا، شو رايك؟ I don't understand but okay. يلا. الله بيحبك يا ابو، منيح ما رميت السناره كان طلعت من عيني. هذا طلعت ابنها طولي متجوزه، جوزها شبه بوب مارلي، ريحته اعطل من ريحتي بس انا بربيكي. يلا يا بابا، ماما بتستنانا عشان نروح. يلا ماما حبيبه قلبي. روح يا زلمه، شكلك زي النيس العزابي بتتصيد، عينك زي الصراصير في اللبن. اطلع يا بابا، اطلع يا حبيبي. كريزما هذا ابو ريح اللي مقلعت، اللي ما عنده ولا نتفه كاريزما طلع متجوز. مين هاي الغبيه اللي قبلت فيه؟ شو انه بقلعت؟ الحمد لله اني ما حكيت له بحبك، واصلا ما كنت حاسه فيه. خلصنا من ريحته، اجتني ريحه اخوي، وجاي من برا كمان ومش متحمم. كم داون كم داون بي كم داون. ايش جار؟ صباح الخير ميل. مستعجل، بدي الحق المطار. كيف يعني اذا تلحق هو المطار بهرب وانت ورا؟ كيف يا مطار؟ هاي وين رايح؟ مسافر، جتني فرصة عمل على الخليج. اخ على الخليج مرة واحدة؟ مش هسه تنسانا، والله راح ترجع بعد 3 اشهر تشتري نص المنطقة. زي مستعجل مستعجل، روح من وجهي. روح ابو طويلة، مش هسه تنسانا يا ابو طويلة، وانت قصير كنت ناسينا، كيف بعد ما طولت؟ كيف كم داون؟ وين يا ابو نص نصير؟ ولك شو شاري سلمة؟ والله يا جار اشتريت شاشة 55 بوصة. ولعت سلمة، والله نص نسيت غسيل الأموال شغال. جبل لك جوز جرابين نغسلهن، اعتبرونا نشافة، بلكي بحينا شوي، مش هسه تنسانا بعد السلمة. بي 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 كم داون كم داون بي 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 كم داون. بونجور، هي مثل ما وعدتكم طلعت لكم اليوم بدون ولا نقطة ميك اب، حتى حمرة ما في، مشان تعرفوا كيف كله طبيعي. وهذا التحدي مو تحدي سيرين عبد النور. ها ها، ولا نقطة مكياج. اللي بشوفك بقول طالعة بالصالون كاين 100 واحد يمكجوا فيكي. شو شاري بلط جديد؟ مش هسه تنسينا بعد البلط. ها شوفوا الجير، شوفوا الجير. حتى بتحكيها غلط، مطولك الكعب. أنا مش فاهم كل اللي بنشيره ليش بصيروا يحكوا لبناني وسوري، مالها اللغة العربية؟ مش هسه تنسينا بعد البالتو. صوت الجيم. ايه أبو نسب، أبو نسب، أبو نسب، شو شاري سيارة جديدة؟ أوف 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 أوف. واحدة بتكفي، وبعدين كلها سيارة كهرباء يعني. مش هسه تنسانا كمان سيارة كهرباء. أوف 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 أوف. خطيبتي فوق، الشنعة بتستناك هيا فوق. شو سوي تسريحة ليت الخروف؟ يا زلمة خربت التسريحة. مش هسه تنسانا بعد ما اشتريت السيارة. بس بس مش هسه تنسينا بعد ما أكلت علبة سردين. أبو النساب أبو النساب أبو النساب. يابا هيا نال ابو كشه زي الخروف. ابو نسب شاري سياره شحن كهرباء، هسه اكيد راح ينسانا. يا مبروك سياره الكهرباء الجديده يا نال. صحيح يا خالتي، هم وين بيودوا لك فاتوره الكهرباء وكيف بتقرا العداد؟ هيا انت شحن، كيف تشحني تليفونك بالضبط؟ مش هسه تنسانا بعد سياره الكهرباء؟ هسه اكيد راح ينسانا، هو ايام الباص كان نسينا، كيف بعد شحن الكهرباء؟ هسه اكيد راح ينسانا. معك حق، راح ينسانا 100%. يا انت كلها سياره كهرباء وعلى البنك. نفس حكي جارنا، جاب سياره شحن بطل يصب علينا، ابو كش زي الخروف راح ينسانا. تعال شوفي خطيبك شاري سياره كهرباء. مش هسه تنسانا، انا خطيبتك. يا عمي والله ما راح انساكم، بس خلينا بالمفيد، انا بدي اجل العرس 4-5 ايام عبين ما هي مروحه اختي من شيكاغو. هيو نسينا مش قلت لكم؟ ابو كش زي الجدي، هسه راح ينسانا. نفس جارنا شرى سياره شحن كهرباء طلق مرته، ابو الجدي ابو كش راح ينسانا. انا كنت عارفه من اول ما اشتريتها انك راح تنسانا. اذا سياره كهرباء ونسينا،
كيف لو جابها على البنزين؟ والله أبو كش زي الخروف، لو يشري بسكليت أكيد راح ينسانا. أقولكو نسيتكو من هسه ونسيت بنتكو، إذا على سيارة كهرباء عملتو فيه هيك، كيف لو إنها أربعة أربعة؟ وإنت يا سامر أثقل دم نسيب في الوطن العربي والمغرب العربي، وأثقل دم مقيم في الإمارات وقطر وسعودية، وبنتكو طالق أكيد راح ينسانا بعد ما طلقك. روح تخيم تخيم. أبو كشة زي السلي عصب راح تنسانا. أي سيارة قلبت هذا الكونفدية. أبو نسيب أبو نسيب أوف 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 هذا رايح الجناح. أبو نسيب أبو نسيب أبو نسيب أبو نسب أبو نسب أبو نسب أبو نسب معطيك عمره مش هسه تنسانا بعد ما توفيت. أبو شعر زي النعجة مش هسه تنسانا، شفته بالحلم امبارح لابس أبيض ومعاه شاحن موبايل، هذا رايح فيها. أوف أوف والله حاسس بخوف. أوف 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 هذه يمكن فيها موديل 2000. أوف أوف لامبورتيني. أوف 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 حادث مخوف. اوف 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 الله يرحمك يا ابو نسب، مش هسه تنسانا من الدعاء. اكيد راح ينسانا. اسمع يا اختي، هذا حصل بان بده غالي منيحه، بده 12 ساعه على نار هاديه، مش تحطي مي وتشربي؟ ها تفضلي. سلمي على جوزك يا تيسير، سلمي على المكحكح. السلام عليكم ابو جعفر. هلا كامل ميل. لا يا عمي حل عني ميل. تعال تعال. طيب هالكامل طيب لدرجة الهبل. يابا معك قرش اشتري مصاصة؟ والله ريقي ناشف نفسي فيها. يابا فكرت في الموضوع؟ فكرت يابا، خلص الموضوع منتي، توكل على الله. الله خلينا اياك يا بركة. عيب على اللي عارف عن شو الموضوع اللي بيحكي فيه. الولد طيب طيب لدرجة الهبل. لا 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 نصب ليش، بديش اشرب، انا صايم انا صايم. العافية ابو طويلة. يا مرحب يا مرحب يا هلا يا هلا, هلا. يا مرحب اقعد اقعد. هلا تفضل. جيت والله جابكم. اقعد اقعد لا تصب. صب الناس صبش. ولا انا ولا انا، خلص صب لحالك. خلص صب. وين امبارح مرينا عليكم لقينا داركم طافي وفيش حدا؟ والله اللي صار فينا امبارح ما صار في حدا، كنا فيلم اخو شلي. اه والله الله سترنا يا الله. يا جماعه كلكتونا وين كنتوا؟ كنا معزومين عند الجماعه وتاخرنا ونمنا عندهم. اه نمتوا برا البلد يعني؟ يا ريت برا البلد، برا الكوكب كله. كنا معزومين على سطح القمر. والله هاي ثقيله ابو المجد. عم اهلك علينا ابو جعفر. شو قصدك يا ابو شنب محنه؟ يعني انا بكذب؟ كنا معزومين عند الجماعة وكان جنب دارهم فرن في القمر. وكيف عرفت انه جنب دارهم في فرن؟ الولد راح جاب خبز طازة وكناه على الغداء. ولا لا يا جعفر؟ كنا على سطح القمر وكنا ملوخية. انا اكلت خبز سخن بس الفرن والله ما شفته، بس واحنا نازلين من سطح القمر شفت لكم شاحنة طالعة محملة طحين. شو قصدك يا ابو النيجرو؟ يعني انا بكذب؟ يعني كيف اكلنا خبز سخن بس شفت الشاحنه ما شفتش الفرن؟ كيف من وين تجيب خبز الولد؟ يابا بدك اياني اكذب؟ اكلت خبز بس ما شفتش الفرن. يا زلمه بس شفت شاحنه طالعه محمله طحين على القمر بس ما شفتش الفرن، وين طالع الطحين؟ على مصنع سكر؟ ما هو طالع على الفرن جنب دارهم الفرن على القمر، انا شايفه. شو قصدك يا جعفر؟ الولد بقول لك انه اكل خبز سخن بس ما شافش فرن. لا ابو النيجرو قصده انه ابوه بيكذب، هذا ابو النيجرو. يابا انا بدك اياني اكذب؟ صار عمري 40 سنه يابا. عمرك 40 سنه؟ هذا من زمان عايش. والله ما بتقعد يوم في المحل عندي. تفضل اطلع برا انت والجماعه، ولا واحد بدي اشوف. يلا الله يسهل عليكم. انا بكذب؟ اطلعوا. الله لا يوفقك يا ابو النيجرو. قال شاف الشاحنه بس ما شافش الفرن على القمر. والله يا ابو النيجرو لا اربيك كذاب. ميل يا كامل. يا زلمه بديش هميل، بتنقر الراس نقر. ميل ولك ميل.
طيب هالكامل، طيب لدرجة الهبل. ست أشهر مش بايعين غير دولار، من يوم ما حطيت أبو النيجرو محاسب المحل انكسر. العافية. هلا. بوس إيد أبوك، بوس إيد أبوك. سامحني يا بركة، غلطت بحقك يابا. طيب، طيب أبو النيجرو، طيب لدرجة الخوثان مش الهبل. يا مرحب. امبارح شفت نسيبك جمال. بقول إنه مر عليكم يوم الأربعاء مش ملاقي حدا في الدار، وين كاينين؟ يوم الأربعاء؟ وين كنا يا جعفر؟ وين كنا يوم الأربعاء؟ والله يا أبا ناسي وين كنا، مش عارف. آه، كنا في جبال الهملايا. وين وين أبو جعفر؟ طلعنا مشوار على جبال الهملايا. أما صار فينا فيلين، ما صار في حدا. كنا على ارتفاع 800 ألف قدم في الجو. وفي نص الرحلة الطيارة بترقص رقص، رقص شو؟ إذا لما تطلع تحت السيارة زي النملة مبينة. قلت يا ساتر، رحت على الكابتن، قلت له شو في؟ شو في؟ بيني وبينك يعني نكون صريحين، شو في؟ قال لي اسكت يا أبو جعفر، زطمة الزيت في قاع الطيارة بتشرشر زيت من أول ما طلعنا من المطار. يا ليلي لالي، يا ليلي لالي، قلت له. الحل قلت له نزل الطيارة على بطنة، تنزل على بطنة بالثلج بتزحلق بننزل. قال لي هذا هو، ونزلت الطيارة على بطنة. الحمد لله ما ضلش ولا مسافر غير أنا وجعفر عايشين. ثلج يا باي جبال هملايا، شو ثلج بجوز 18 متر ارتفاع الثلج، ودببة دببة طلطنت وتطلع. طلعت هيك اللي هو ايه، هي طار طين هيك صغيرة بعيد شوي. قلت يا ليلي لالي، الله يا جعفر نروح عليها. رحنا عليها ودخلنا، فيش فيها اشي، ربنا الله فاضي الدار. إلا هالباب بدو مين؟ محدش رد. مين؟ محدش رد. فتحت اللي هم 2 مليون زومبي مصاصين الدماء. ليلي لالي، ليلي لالي، طلعوا فيه ايه؟ قلت انا ايش بمشيهم سدر جاج فخدي وايه؟ عينهم علي لاني مربرب. قال لك بنقعد اسبوعين عليه هذا الكنفذ ابو النيجرو، ولا حدا طلع عليه. قال لك هذا بنتحلى عليه ويهجموا لك علي. ما هو ايش الزومبي نقطه ضعف الناب، اشمطوا على الناب يبطل يعض. هجموا علي وعضني واحد من ايدي. ها شو هسوي؟ طلعت فيه بلطه، مسكت البلطه وقطعت ايدي. قطعت ايدك ابو جعفر؟ اه قطعتها وتشرشر دم. حتى جعفر شافني وانا حاملها وهي تشرشر دم. ما شفتني؟ اه انا كنت موجود بس لما قطع ايده ما شفتش، بحبش الكذب يعني. اذا ما شفتنيش وهي تشرشر دم وحاملها والزومبي بطارد وراي، مالك يا جعفر؟ يابا بدك يعني اكذب؟ ما شفتك. ما انا بقولش بكذب. طب ما شفتنيش وانا بخيط فيها قاعد؟ يا عمي يمكن ما انتبهتش، بعرفش يابا. يا زلمه انت بدك تكذب؟ بدك تشلطني على الطلاق؟ ما بضل في المحل يوم، اطلع برا. وانتو كمان بديش اشوفكم المحل وفيش قهوه. توض اذا ما شفتنيش وانا ماسكها والزومبي بطارد وراي. اكذب يابا. طب اطلع برا، بديش اشوفك في المحل، اطلع برا. بس طلع يلا تفضلوا معاه. ولك ما شفتنيش وانا بخيط فيها؟ حتى واحد من الزومبي ساعدني الله يخلف عليه. قعدنا انا وياه نخيط فيه والعصب لزقناه تلزق. انا بكذب يابا يا جعفر؟ حرام عليك يا زلم. ميل كامل يا عمي. تميل بديش اميل، اتركني بحالي، حل عني يا زلمه. ميل اقرط راسي نكر. ميل طيب هالكامل، طيب لدرجة الهبل. يا ما شافش ايدي لسه، ما كملكوش، قطعت نص التحتاني لولا الزومبي خيطوا لي اياه. يعطيك العافيه معلم ابو الليل. يا هلا يا هلا والله يا هلا. انا سميه دكتوره بيطريه. اهلا وسهلا. اهلا فيك. صراحه صار لي 5 سنين متخرجه ومو لاقيه شغل، وبعرف انه عندك حديقه حيوانات صغيره، فبدي أسألك إذا محتاج دكتورة بيطرية تعتني بالحيوانات اللي عندك. والله دكتورة بيطرية مش محتاجين، بس اللبؤة أمرت الأسد الصبح عطتك عمرها. إذا بدك الشباب بلبسوكي لبؤة وبتفوتي على القفص، الأولاد بطعموكي موز وقرشلة، بتوكلي وبتلعبي معهم وبحسبك يومية. موافقة موافقة. المهم إنه إشي ضمن تخصصي. ولا يهمك ولا يهمك. جلال لبس الدكتورة اللبؤة وبتزبط كمان زرافة 2 في 1. معاذ ماجستير حقوق، صار لي 2 سنين شغال أسد واشتغلت 6 أشهر جندب. علم أبو الليل علم. هذا الشاب خريج صحافة وإعلام، شو بزبط معنا؟ لبسه دوب
دوب يلا تمام تمام دوب. وانت البس الفار ها؟ تمام معلم. وجهز لي لبس الحمار بالبقلي، لبسني البوز. ما شاء الله يابا البنت حلوة حلوة، اطلب اطلب بسرعة قبل ما يجي حدا يطلبها قبلي بسرعة. ولك ايه داني بنت؟ حيها يا زلمة. ولك هذه امها لسه البنت ما جتش. ما شاء الله اذا الام هيك حلوة، اطلب اطلب بسرعة. ولك مين اطلب؟ ابوها يا زلمة. اي ايش اطلب؟ الله يسعد مساك ابو رنيم. مسيك منور النبي. وين عروستنا؟ موجودة. ابو رنيم تعالي. يابا ما طولها، شكلها بتلعب باسكت، شبه صاحبي ناصر بيلعب باسكت. كيفك رنيم؟ منيحة عمو. اطلب اطلب بسرعه يا زلمه اطلب، في حدا برن على الجرس بجوز جاي يطلب. اطلب. ولك اهدى ما هم سامعينك، اهدى هم يسمعوني. شو اللي حكيت انا؟ اطلب اطلب بسرعه قبل حتى يجي ابو رنيم. احنا حابين نطلب ايد بنتك رنيم لابننا حمدان، فشو بتقول؟ انا ما عندي مانع. عندك مانع بابا؟ لا بابا ما عندي مانع، بس في شويه شروط لازم حمدان يوافق عليها. اشرطي زي ما بدك حمدان، تحت امرك. بدي اياك تشيل من راسك السهر برا البيت، بدي اياك تشيل من راسك اصحابك الشباب، وبدي اياك تشيل من راسك الدخان، وبدي اياك تشيل من راسك الشده، بدي اياك تشيل من راسك المباريات، بدي اياك تشيل من راسك الفيسبوك، وبدي اياك تشيل من راسك سناب شات، بدي اياك تشيل من راسك التيك توك، وبدي اياك تشيل من راسك الانستغرام، واهم شيء تشيل من راسك جروبات الواتساب. وانت شو بدك يعني اشيل من راسي؟ بدي تشيل من راسك كل فكره تجيزه. وانا بدي اشيل التفاحه نفسي فيها من حد ما قعدت. شيل هالشاي من شاربي إذا عمر واحد بشيلك من وجهي، وانت شيل هالحلم قدامي. كتواتو والله لا أكرم لك كتواتا، والله لا أكرم لك كتواتا.